العجيب ان هذه الاموال طبعا من نقلها صدام حفتر اللي هو معروف عليه هذا الرجل عنده خبره في محاوله السطو على المصارف. تقريبا كثير من الليبيين لا زالوا يتذكروا في 2012 انه هو هجم على مصرف الامان في طرابلس وحاول سرقه مبالغ كبيره منه. كانوا شباب من حرس المصرف من الزنتان وقفوا ضده واستعملوا السلاح لايقافه. اذكر ان الطبيب المعالج لي يعني صديقي بالمصادفه اليوم حدثني عن هذه الواقعه، قال لي انا قمت بمعالجته في المستشفى. قالوا طلبت من والده، قلت له، قال الغريب ان صدام هذا قال كان يتحدث اللهجه المصريه، قال في الاول انت وقعت انه مصري. نعم. قال طلبت منه من والده، قال قلت لهم ارجوكم ليس لكم مكان هنا في طرابلس وارجوكم اخرجوا منها لانكم لن ترتاحوا من بافعالكم هذه. طبعا خلقت ضجه كبيره. الان يعني ممكن لجنه العقوبات لم تتحدث على كثير من المصارف الموجوده في المنطقه الشرقيه. العجيب ان هذه المصارف وغيرها يعني من ضمنها المصرف المركزي كانت تحت الشباب توار بنغازي اللي هو المرحومين الان وسام بن حميد والمرحوم بوكا والمرحوم جلال مخزوم وبقيه الشباب الاخرين. يعني بقت هذه الاموال الضخمه الى جانب سوق الذهب، وما ادراك ما سوق الذهب في بنغازي، تقريبا معروف على مستوى ليبيا ان كانت فيها ربما اكثر من مئات الملايين كانت موجوده في هذه المنطقه. وتوفوا هؤلاء الشباب، يعني خرجت لهم قائمه متاع اظن بوكا عنده 375 دينار في المصرف، المرحوم وسام عنده 1800 ممكن 70 دينار، جلال مخزوم عنده 780 دينار، ايضا في طرابلس المرحوم عبد المنعم الصيد كان عنده تقريبا 1400 ولا 1500 دينار، المرحوم محمد الكيلاني ايضا ممكن عنده حوالي 700 800 دينار، المرحوم مختار العمر المختار في صبراته ايضا لهم. يعني تلاحظ ان هؤلاء الناس اللي اتهموا انهم حاولوا يشيطنهم الاعلام وانهم شوهوا اسمائهم امام الليبيين، اراد الله سبحانه وتعالى ان الان يظهر براءتهم من كل ما اثير عليهم، وظهرت الحقيقه الان. وشفنا يعني مع الاسف ان السيد علي حبري هذا الرجل الذي كان يطمح ان يكون محافظ مصرف ليبيا المركزي يخرج ويتكلم يقول والله هذه الاموال افسدتها المجاري وعذبت. نعم. يعني طيب. احنا الان الاموال اللي تداول فيها بين ايدينا الان من الاموال تقريبا الليبيه، لاحظ ان هي ممكن تغسل في الغساله وتتبهدل واشكالها ممزقه ومع هذا تمشي. يعني هو يتكلم على 160 مليون اورو. نعم. يعني ممكن لو حسبتها بالسعر السوق تتعدى يعني تصل قريب مليار دينار ليبي. نعم. طيب ابقى معي. الليبية حوالي من فضلك يعني حوالي 640 مليون وحوالي 2 مليون دولار وغيرها من العملات الفضة. يعني هؤلاء الأموال التي يا ريتهم استعملوها على الأقل عطوها لأهلنا في الشرق اللي هم يعني نعم متبهدلين ليل نهار.